نكمل. انا بدي اقول لكم جايب تقريبا ما يقارب ال 100 معلومه عن 100 خضره وفواكه واعشاب موجوده بحياتنا اليوميه، كيف نعرف نستفيد منها. اليوم بلشت وقلت لكم ما يقارب ال 20 وحده، رح كمل انا وياكم بس نكون سوا نهار الخميس، يا ريت كنت انت. يا ريت يا ريت. شكرا بس الله. رح كمل هلا. فوائد الفلفل الحار بخفف من الالم والالتهابات، بقلل مستوى السكر بالدم، بقوي العظم، بعزز الدوره الدمويه، بيحضن عمليه الهضم، بيحسن عمليه الهضم بقلل نسبه الكوليسترول بالدم، بيحارب الامراض السرطانيه، وبيساعد على خفض الوزن. بدك انت شي كيلو حر؟ قول قول. ورشه ملح ومنع البدانه. رشه ملح. شاف؟ نعم. اشتغل؟ ايه بدك تشتغل. ليك شو بدك تعمل؟ عندك تاخذ نعناع اجي وقف من هيدي المي. هودي لبني؟ لحظة ايه طول بالك بس. لبني؟ ايه 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 لبني 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 لبني. ليك شو بدنا نعمل؟ ناخذ ورقتين من النعناع. نحطهم وتكبسهم بهو. بنحط شوي من اللبنة. بنرجع على اللبنة شو بنحط؟ بندورة. حبة البندورة. لا بس بدي اشوف اذا شغلهم منيح. لحظة. هلا بدنا نشتغل. لحظة. طيب نرجع بنكمل معنا، بنترك جوزيف عم بيكمل تزيين اللبنة. شو؟ كلينكس فور. ايه اكيد بعطيك كلينكس، تفضل. طيبة. طيبة؟ بس رح زد لها لبنة بعد شوي. طيب هلا اوكي هلا زبط لنا هيدوليك. نرجع نجي للخليط اللي عنا. الخليط اللي عنا حارجع اذكر على السريع، حطينا من البيض، من اللبن، من الطحين، بيكنج باودر، رشة ملح، من الفلفل الحلو او القرفة، حطينا من الزعتر او من الاوريجانو او ارب دو بروفونس اللي عندكم، شو ما بدكم فيكم تحطوا، حطينا من جبنه الموتزاريلا وحطينا من الهوت دوغ مع زيت النباتي، واخر شيء ضفنا له شوي من زيت الزيتون. برجع بقول شو عندكم اشياء بدكم اعاده تشكيلها او اعاده صناعتها، يعني شو ما عندكم انتم من بروتين مسلوق، سمك، دجاج، لحمه، فيكم تعملوه بهيدا الخليط. يا منقسمها كب كيك مثل ما عم يزينه جوزيف، يلي حنعمله نحن حنعمل شغله، حندهن بكلينكس زيت بقلب صينيه وبنجي بنفضيهم بالصينيه، وهيك شاف حسين بكره الترويقه عندك صارت جاهزه، انه انت عليك تخبزها بس وبتروقها للشباب، ماشي؟ يا وهي كيك الهوت دوغ بهالطريقه صار جاهز عنا. اللي حنعمله نحن هنشيله على جنب، نغلفه، واكيد بنوضعه بالبراد، وبكره درجه حراره 180 بده بال 20 ل 25 دقيقه بيصير عندنا جاهز. حتى انتم بالبيت فيكم تعملون هيك، ما ضروري بس تعملون كب كيك بالمقطع او بالفورم اللي بدكم اياه، فيكم تشكلوا هذا القالب ترجعوا بتزينوه وهيك بنكون. انا عم لاحظ شغله انه انت بتلهيني بغير مطرح لما احكي ولا شيء، على التيبل حكي وانت تحكي. طيب ما في على اللي عمل كل وحده مثل الثانيه. لا ليش لازم ننوعهم شوي. طيب لازم ننوعهم. طيب مش غلط. بنرجع لهيدي الميله، حتلاقوا السوائل اللي كانت بنقعه السمك امتزجت وعطتنا هيدي الريحه وهيدا اللون والشكل الرائع، والسمك الفيليه الابيض من انواع بالالياف اللي بقلبه اللي بتمتص كثير المطيبات. يعني برجع بذكر على السريع شو عملنا نحن هون، حطينا زيت زيتون طبيعه الحال، قلينا فيه الفليفله الملونه، رجعنا حطينا البصل وضفنا السمك مع الفطر. شو عملنا بنقعه السمك؟ السمك بعد ما حليناه، ومفضل دائما اذا مستعجلين نحله تحت المي، اوكي، او نشيله قبل بنهار ونحطها بالبراد للكيس ليحل لحاله بقلبه صفيه. بعد ما صفيناه من المي حطينا له من العسل، عملنا خليط من العسل، من الصويا، من الخردل، حطينا معهم من الخل الاحمر، حطينا معهم اذا بدكم من الثوم، عملنا هيدي النقعه مع بعض ورجعنا ضفنا لها زيت الزيتون. هلا في عالم بتقلي بدي احط ستيك صوص، فيكم تحطوا ستيك صوص. بدي احط في قنينه اسمها سيزونينج، هذه بنستعملها دائما نحن لكل انواع هالسندويشات، كمان فيكم تستعملوها هذه القنينه. اللي بده يحط ورشستر شاير صوص في يحط ورشستر شاير صوص. اللي بده يروح بالطبق شوي على الاسيوي يحط
اذا بدكم من زيت السمسم في حط من زيت السمسم، وخضار اللي بقلبها برجع بقول كورن، ذره، فيكم تحطوا بيبي كورن، فيكم تحطوا من البصل الاحمر مع جبنه تشدر وتقلبوها على الطريقه المكسيكيه. فيكم انتم شو بدكم تنوعوا كمان مع رشه سمسم كمان الطريقه الاسيويه، وحتى اذا مش بالساندويتش كيف شاف تمام. شو يا احمد عندك اي تعليقات؟ شاف مين بيطلع لك صوتك وتعرف انت على الهواء؟ مين؟ نور. نور نور شو اشبه؟ عم بيعاني بشيء؟ عم بيعاني، بعت لك تهديد، صوتك ما بيقعد يطلع على الهواء اذا ما بياكل ساندويتش طيب. اوكي. يجي هو بس هلا لهون ونحن كلنا على حسابه. لا نور بنوديه له لمحل ما هو ولو. هيك صارت؟ طيب. يا. ماشي يا نور. حطفي الغاز. شايف؟ لا خليها بدي اكل اللي مع لبني انا. اه بدك تاكل مع لبني. طيب. ماشي بس بعد ما حطيت بندوره، ايه جوزيف؟ باله بالاكل يا زلمه. آه لازم حط بندوره. قال له الصبح عم بيهاجمني ما بده يشتغل. لازم احط على كل وحده بندوره؟ اذا بدك. يلا. اوكي بس انه حطها بالنص حتى ما تقلب. على يا من هون؟ ايه هيك انت كيف بدك تقلب. بننزع المنظر. هلا المنظر ماشي. يلا. حتلاقوا عندي خبز السب مارين، شو عملت فيه؟ يلا. حفرغ بيناتهم هيك شوي. خبز السب مارين ادهنته من الخردل، ما حبيت حط مايونيز، اللي بحب يحط مايونيز في حط مايونيز. هلا اللي حاعمله انا حاخد الجبنه اللي عندي. جبنه شو؟ موتزاريلا. اوكي. وانا بتلاحظوا انه مقلب، هلا بدي اقلبهم بس طافي الغاز، يعني ما بدي اياه تذوب كثير. فيكم شو تعملوا؟ تحطوا هذا الخليط او الساندويتش ترجعوا تحمصوها كمان. شفت تبعت لي الريسيب؟ ايه ان شاء الله. ان شاء الله ولا اكيد؟ ان شاء الله. تبعت لي ال 150 وصفه اللي نخرتنا فيهم من الصبح طب البديل. بعتك اوكي. طيب طيب اوكي ماشي. طب البديل. خبرني عندك في انا وياك هالجمعه شيء بعد؟ انا اذا ما في بدي اخلق. لا لا خلص انا بدي اقدم طلب اعتراض. بنجي بنوزع هالخليط بهالطريقه. اكيد فيكم تقدموا معه من الفرايز. هيك حلو الصوره انا وياك صورنا يا خالد. ماشي. سامر. فيكم تحطوا من الفرايز، فيكم تحطوا من الشيبس رقائق بقلب الساندويتش، فيكم تحطوا من الجالابينو من الحر. شو بدكم فيكم تنكهوا هالساندويتش اللي عندنا. هيدي. بهالطريقه. طيب شايف انا خلي ما تشيلهم كلهم. ما حشيلهم بدي احطهم بالصحن هلا. طول بالك لقلك اي صحن بس. اه يعني لا بدنا نحطهم على وحده من هو. لا 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 اللي حنعمله جايب معي شيبس. شيبس اوكي. حنجي ناخذ من الشيبس بهيدي الميله ومن الشيبس بهيدي الميله. انا ليه بحس شاف انك بيوم من الايام كنت ليه صار هدوء هيك؟ كنت تعمل اكل بالملاجئ بس كنا نتحضر بالحرب. ليه ولا حبيبي نحن عم نعمل اكل لانه الكميه طريقة بحس طريقه بيتوتيه. صدر الاكل اللي واصل بكون هيك حرزان يعني. طب ما هو مثل ما بيقولوا طعم العين ما هيك بيستحي التم، بس انت ما ماشي معك لا العين ولا التم. يا لا كله بدك تسكره؟ ايه كله بدي سكره. ما يطلبه هلا عم تقول نور. لا لا لحظة شوي لحظة شوي. لا 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 يا اخي هلا بنرجع بس ليطلعوا بس. اوكي هيدي رقيقة. اوكي هي هون. اوكي طيب فضي لك علي السخنة. ما دور تسكرهم كلهم مش عادي يعني. طيب اوكي عادي. لكن برافو شيف. بس شيف نعم دائما عن جد هيدا الفيليه السمك بنجيبها بنطبخها بطريقة وحدة اللي هي شوي وكذا بس هو ما في ولا سمكة هو كله خضرة. لا يا زلمة لا 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 ولو لا 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 حوي ها كله سمك. اوكي تفضل شو كنت عم تقول؟ انه هيدي فكره عظيمه. هذا اللي بدي اقول لك اياه. كله سمك بقلبه بيقول لي ما في سمك قال. بس وانت وعدتني. ايه اوكي مثل ما وعدتني المره الماضيه وذكرتك. إيه. بدك الوصفه؟ ايه اوكي هلا بتحضر على يوتيوب عالم الصباح؟ لا بس بدي احضرك مره ثانيه. لا 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 الحمد لله لا لا هون هون خي هون هون طيب انه هي الوحيده اللي فيها سمك حطيتها هون. والله ما بخلص ما بخلص ما بخلص. بعد في عندك شي وصفة اليوم؟ قلت لي شو كان سؤالك الصبح؟ وين؟ شو تعلمت؟ شو الغلطة تعلمت منها؟ شو تعلمت من الحياة درس؟ اوكي
شوط على المطبخ. ما توقف معي بالمطبخ بس. وما بدي شيء من هالدنيا. ما بدي شيء من هالدنيا. ما بدي شيء من هالدنيا. شو نحن بعد معنا وقت ولا يلا. خلصنا دقيقة واحدة؟ هيك لكن نكون عملنا المفن. شافيت لنا ياخذ انا وياك في حمول الجوط. يلا. وعملنا الكب كيك بطريقة جديدة مالحة، أنا برجع بشوفكم نهار الجمعة. وما تنسوا في عنا من ابتداء من نهار الخميس في عنا علي جوط علي جوط البيروت كوكينج فيستيفال اللي حكون فيه مشارك أنا والشيف حسين والشيف بلقيس كمان بثلاث أيام مهرجان غني عن التعريف. ثانك يو لك جوزيف، ميرسي كثير. ثانك يو شيف. أنا بدي أتشكر كل اللي تواصلوا معنا اليوم ببرنامج عالم صباح وعبر السوشيال ميديا. بدي اتشكر كمان تجاوبكم السؤال، الدرسين الافضل اللي تعلمتوهم بحياتكم. بالفعل الانسان لازم يفكر دائما شو الدرس تعلمه بحياته حتى ما يرجع يوقع بالخطا نفسه. عالم صباح جديد بكره الساعه 10 بتوقيت بيروت. بذكركم انه الحفل اللي قلت لكم عنه بالنسبه لجمعيه ديالاب مش نهار الجمعه، ليله السبت رح بتكون بحبتور. مع تمنياتي لكل المصابين بالسكري بالشفاء، لانه اليوم هو يوم العالمي لمرضى السكري، على امل انه التوعيه تكون اكبر واكبر واكبر دائما لنتوخى الحذر بين الاعداد المهوله والكبيره حول العالم لمرضى السكري، ما يقارب ال 450 مليون شخص، ومتوقع انه يوصلوا ل 600 مليون للاسف. ان شاء الله هذا الرقم ما بيتزايد، بيصير ينقص اكثر واكثر، وبكل الامراض ايضا. باي.